ان شاء الله كلكم تكونون بألصحة وعافية. اليوم جايتكم هذا اللوك لوك سموكي، المفروض دراماتيك شوية. اذا تلاحظون ما استخدمه وايد بالانستغرام او ما احط وايد هذا اللوك بشكل يومي بالانستغرام، لكن حبيت ان انا اسويه لان في اعراس جاية وايد، في شنو بعد، في رمضان جاي، في غبقات، ف حلو حق بالليل، حق حفلة، حق جمعة بنات، حتى حق طلعة عادية ممكن إذا حطيت جلوس بس فيطلع وايد حلو. بس حبيته وحبيت إني أوريكم شلون تسوونه أو شلون طريقته، وايد سهلة. عشان لا نتحكى وايد راح أخليكم مع تفاصيل اللوك، إن شاء الله يعجبكم. أول شي راح أحط البرايمر، برايمر العين من أربن دي كي على كل العين. بعدين من نيكد باليت 3 راح ناخذ لون اسمه نونر بفرشة سيجما حق البلند، نحطها على الجفن اللي فوق. راح نركز شوية على هذه المنطقة هني، بعدين من باليت سيجما راح ناخذ هذا اللون اسمه ريف، لون بني. مو لازم تستخدمون نفس الالوان، بس اي لون عندكم ممكن انكم تستخدمونه. راح ناخذه بهذه الفرشه من ريل تكنيك، راح نحطه على طرف العين، صعده فوق. بعدين نسوي بلندينج. بعد كذي راح ناخذ هذا الكحل من سيجما لونه بني، راح نحطه على طرف الرموش. مو لازم يكون بشكل مرتب لان راح نسوي له بلندينج بعدين. راح نطلع شويه على الفي، بعدين بهذه الفرشة من سيجما اسمها بنسل راح ناخذ هذا اللون من ماك ونسوي بلندنج على الخط اللي حطيناه فوق الرموش. بعدين ناخذ ريل تكنيك ونسوي بلندنج اكثر. بعد كذي في هذا الباليت اسمه شيدي ليدي من ذا بام، راح ناخذ هذا اللون مايل شويه على البنفسجي او ال بينك. راح ناخذه باي فرشه كذي، انا راح قاعده اخذ فرشه سيجما اتوقع هذه، ونحطه على منتصف العين بس. حابين ان اللون يثبت اكثر ممكنكم تحطون على الفرشة اي مثبت ميك اب. اليوم راح استخدم كيكو فيس ميك اب فيكسر.
بعدين راح نسوي بلندنج على كل الالوان اللي احنا حطيناها. حق تحت العين راح ناخذ هذا اللون اللي استخدمناه من باليت سيجما ونمده تحت العين. بعدين راح ناخذ هذا اللون من شادي ليدي مره ثانيه اللي حطيناه بمنتصف العين ونحطه حق تحت العين. بعدين راح ناخذ لون لايلون من ماك نحطه تحت الحاجب. وهذه المنطقه من العين. بعدين راح نضيف على نفس المكان هني داخل العين هذا الاي شادو الكريمي من بورجوا، تكلمت عنه من قبل. اي شادو كريمي ويلمع بنفس الوقت، هذا شكله. وايد احب استخدم حق التفاصيل الصغيره هذه الفرشه من ريل تكنيك اسمها ديتيلر برش. راح اخذها واحطها بالشادو الكريمي واحطها بس هني داخل العين عشان تعطي بس اضاءة. هم حبيت اضيف على اضاءة تحت الحاجب هذه الاضاءة اللي المفروض انها تكون حق الوجه وتحت الحاجب حق الميك اب، تقدرون تستخدمونها حق العين. اسمها ماري لو وومنايزر، سوري اسمه باين عدل. هذه وايد حلوة ودي اوريكم اياها من داخل بس مكسرة. راح ناخذ شوية بنفس الفرشة من ريل تكنيك ونحطها على نفس الاماكن اللي نبي نبرزها. اذا حسيتوا انكم تعديتوا اي شيء ممكنكم بس تسوون نفس الفرش بدون ما تحطون عليه شيء، بلندنج خفيف. داخل العين راح ناخذ نفس الكحل اللي حطيناه فوق العين من سيجما لونه بني، نحطه داخل العين. ولأن ما بعيني تبين صغيرة راح نحط فوقه هذا الكحل من سيفورا. وايد وايد أحطه داخل عيني لأنه يكبرها شوية. راح نضيف فوق شوية بس عشان يكبرها. الحين ننتقل حق المسكرة. المسكرة اليوم راح استخدمها كالعادة من سيفورا. الحين ننتقل حق الرموش. راح نستخدم اليوم نوعين رموش. الرموش الاولى اللي راح نستخدمها هذا شكلها من IMV by Kiss، هذا رقمها Diva02. راح نضيف عليهم رموش هدى بيوتي، هذولا اسمهم كلاوديا نمبر 6، هذا شكلهم. وايد كبار او وايد وايد زين. فشنو راح نسوي؟ اول شيء راح نحط الرموش اللي قلت لكم عنهم اللي هما IMV by Kiss. خلي الرموش الاولى تنشف على ما تنشف. راح ناخذ رموش هدى بيوتي اللي قلت لكم عنهم نمبر 6 لانهم وايد هيوج او وايد فيهم فوليوم. انا شنو اسوي فيها عشان ما استخدمها كلها وتطلع اوفر على عيني، اخذ واحده منهم واخذ مقص واقصها الى اربع
قطع او اربع اجزاء، يصير الجزء تقريبا هذا كبره، واخذ اثنين احطهم على نهاية العين من هني ونهاية العين. يصير ان الرموش الاولى اللي حطيناهم يكونون لنا من قدام رموش طبيعية، وبعدين راح نحط رموش هدى بيوتي قطعتين صغار على نهاية العين عشان يخلي الرموش تكثر اخر العين، وما يحتاج ان احنا نستخدم ايلاينر، لان تدرون فيني انا وايد احب الايلاينر وعيني تصير مو حلوه بدون ايلاينر، فلازم استخدم رموش شويه ثقال. اذا حسيتوا ان الرموش شويه نشفوا راح تاخذون ربع الرمشه اللي قصيناها تحطون عليها صمغ وتحطونها على نهاية الرموش. بعدين الربع الثاني نفس الشيء نحط على نهايته. بعدين نحط يم الرموش او الربع الاولي اللي حطيناه. هالصمغ وايد يعني وايد مدحوه وكلش ما حبيته كلش. مثل ما تسألون قاعد استخدم هذا الصمغ ديو اتوقع اسمه، وايد مدحوه، موجود بميك اب فور ايفر، فرحت شريته عشان اجربه بس نهائيا ما حبيته. ان شاء الله راح اتكلم بعدين في فيديو الجاي بسويه انه بقول لكم شنو الاشياء اللي حبيتها وما حبيتها، في الاشياء اللي ما حبيتها راح اقول لكم ليش ما حبيتها بالفيديو الجاي. على ما ينشوفون راح اضبط الميك اب او اللوك بكبره. هذا اللي اسويه اني انا اشوف اللوك شنو ناقصه او شنو سويت هني ما سويت هني. اللي سويته هني ما سويته هني اني انا شوية مديت الكحل اللي فوق، حطيت شوية هني خط صغير عشان تصير سحبة العين احلى، مديتها شوية بس. حتى ما يبين المدة ما تبين بس صدق راح تبين. بعدين ناخذ المسكرة مرة ثانية ونعيد على الرموش. بس لمسة أخيرة حق اللوك ما راح بين يعني، بس لازم نسويها إذا بتحطون الرموش. راح تاخذون آيلاينر أسود أي ماركة عندكم ماكو أي مشكلة، وتمشون على جذور الرموش من فوق بس عشان نخفي لمعة ال قولوا معي لمعة الصمغ أو أي آثار حق الصمغ راح نخفيها. حق الحمرة راح استخدم هذا اللون من NYX كمحدد رقمه 839 دولي بينك، وايد احبه وايد استخدمه. بعدين راح ناخذ هذه الحمرة من كورف اتوقع اسمها، رقمها 01 هذا لونها. هذه الحمرة تقدرون تلاقونها، وهذه الماركة طبيعية تقدرون تلاقونها بجمعيات او صيدليات، بكل الصيدليات تقدرون تلاقونها بالاخص صيدليات الجمعيات، وايد حلوة. هذه مثل ما قلت لكم لونها 01. ممكن تخلون اللوك هني او تضيفون جلوس، انا راح اضيف جلوس. هذا الجلوس من مارك جاكوبس
ورقم 304 over protected. بشدي خلص لك اليوم. إن شاء الله تكونون استفدتوا منه. لا تنسون إذا حبيتوا لك اليوم تسوون حق الفيديو لايك، تكتبون كومنت تحت برأيكم، وتسوون سبسكرايب عشان يوصلكم كل شيء جديد ينزل القناة. وإذا حبيتوا لستة بكل البرودكتس اللي انذكروا في هذا اللوك ممكن تشوفونها بالبلوج اللينك تحت. حصلت لكم لينك تحت بكل الأماكن اللي ممكن أنكم تشوفوني فيها، سواء كان إنستغرام، تويتر أو فيسبوك، تحت بالبوكس. كذي خلص فيديو اليوم، اشوفكم ان شاء الله على خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.